طيب اذا هلا رح نشوف هون هلا رح نعمل رح نغير الفريكونسي رح نغير اف رح نغير في رح نشوف ايش التورك اللي بيطلع معنا كل حاله من الحالات هذول. خلينا نبدا رح نبدا مثلا بحاله الاولى اللي هي مثلا خلينا نخلي هاي 50 وهاي طبعا وحدتها هرتز. وهلا الفولتج خلينا احسب الكابيتال في هون. هلا احنا قلنا انه كان عندي 4 الريتد في ريتد 400 فولت اظن وعندنا اف ريتد 50. هلا انا هون ما بقدر اغير الفولتج مباشره، ايش بغير؟ السيستم هذا بغير الفريكونسي، بس ايش كمان بقدر اغير الفولتج؟ حتى اغير الفولتج شو بدي اغير؟ ايش هو؟ مش الكارير، لا الكارير شو بتعمل؟ موديليشن اندكس. اذا انا راح اغير الموديليشن اندكس في البلوك هذا اللي موجود هون بتغيير الموديليشن اندكس كاني فعليا بغير الفولتج. هلا الموديليشن اندكس لما يكون الموديليشن اندكس 1 كانه الفولتج 400 فولت وبرورا. هلا راح اعمل نسبه وتناسب، اذا بدي انزله ل 200 فولت بحط هذه نص، اذا بدي انزله ل 100 فولت بحط هذه ربع وهيك، وما راح اعمل بوست نو بوست. يعني هلا هاي التيبل راح تكون نو بوست ات لو فريكونسيز راح يطلع معي تورك بالنيوتن متر. هون عندنا فولتج بالفولت وهذا تورك بالهرتز. بعدين احنا هلا ب 50 400 واصلا طلع معي تورك، خلينا نتاكد منه مره ثانيه ونشوف. احنا راح نرجع الان هون نحط الموديوليشن اندكس 1 راح ارجع هاي اول شيء ل 50 راح ارجع الموديوليشن اندكس ل 1 وهي راح اخليها 800. راح نعمل الان رن. احنا المرة الماضية كنا حطينا كأنه تي اتش دي مش هيك؟ طلعنا على التوتال هرمون ديستورشن لما كنا نطلع على الكارير فريكونسي ها؟ كل ما رفعنا الكارير فريكونسي المفروض التوتال هرمون ديستورشن ينزل يخف. وهي حاطين احنا التورك هون المفروض اظن التورك يعمل سيتلينج على قديش كانت حوالي 24 هاي السرعة تقريبا لسه عمالها بتزيد. هاي ملاحظين ال 8000 هرتز الكارير فريكونسي هون وهي الكرنت، الكرنت بيبدا كبير شوي بعدين بيعمل بخف شوي لانه ستارتنج كرنت بيكون عالي. والله ما بزبط بسهوله، حتى لو حطيت ال حتى لو حطيت الانيشال سليب 1-0 برضه بياخذ وقت حتى يعمل السيتلينج، بدك تاخذ بدك تعطيه وقت هذا حتى يعمل السيتلينج. بده حوالي انا حاطه هون 0.2 سكندز تقريبا. هلا احنا السرعه اللي بنتوقعها رح تكون حوالين السنكرون سبيد مش هيك؟ السنكرون سبيد عندنا 1000 هرتز مضبوط 1000 ار بي ام. فالمفروض هون احنا بدينا نقترب من السنكرونس او الريتد سبيد راح يستقر عليها. انا عارف طلعناها، انا حابب حتى تكون متكامله كلها نبدا ونعبي التيبل هون بهذا الفيديو نعبيهم كلهم من 50 وراح ناخذ مثلا ناخذ 35 او 30 و 20. اوكي تقريبا هيك هلا بدي اعمل سيتلينج، خليني اطلع اخذ فكره عن التورك قديش كان هو حدود ال 24 مش هيك؟ تقريبا 24 راح احط انا تقريبا 24 هاي 24. هلا رح نعمل خلينا ننزل السرعه مثلا خلينا ننزل 10 10 10 هرتز راح انزل هلا هون هلا اذا بدي انزل الفريكونسي 10 هرتز بدي انزلها ل 80% مش هيك؟ فراح انزل هذه هون ل 40 هرتز ولازم اذا الموديليشن اندكس انزله ل 0.8 مضبوط؟ رح نعمل رن. هلا رح نوصل المشكلة مرحلة مش رح يقدر يعمل ستارتنج لأنه التورك رح ينزل ات لو بوست. هلا بتشوفوا ها بس هاي بتكون إثبات إنه التورك بدا يضعف.
غيرته بس بتغيير الموديليشن اندكس، نزلته ل 0.8 الموديليشن اندكس. فالموديليشن اندكس غيرته بحيث انه الفولتج صار قديش راح يكون هلا 5 ل 400 مش هيك؟ 320 مضبوط؟ مضبوط، هاي راح تصير 300 هون وهذه هون 400 هرتز. هلا بدنا نشوف قديش الفرق اللي بيستقبلها. ايش المفروض يصير بالسرعه هلا السينكرونس سبيد اللي بوصلها؟ شو صارت هلا السينكرونس سبيد؟ قلت 800 راح تصير، لان نزلت الفريكونسي مضبوط. متذكرين ايش القاعده بتقول بالنسبه للسينكرونس سبيد؟ ان اس بدها تساوي 120 في اف على عدد البولز اللي هم 6 اظن بحالتنا هاي، مش هيك حطيناهم 6. هلا كان عندي لما كان هذا 50 كان 120 على 6 ب 20 مش هيك؟ 20 في 50 1000. هلا صارت هذه 40، فالمفروض تنزل السينكرونس سبيد هلا ل 800 40. اوكي عم وصل 700 اقتربنا بشكل كبير من ال 800. وتوقع السليب يكون تقريبا نفس السليب في الحاله هذه. نشوف هلا التورك نزل شوي التورك قديش صار تقريبا عندي؟ بحدود ال 20 20 21 22. خلينا نستنى عليه شوي. شايفين ما ببين اهميه البوست هلا لانه لسه الفريكونسيز عاليه. لما نبدا نوصل 20 25 و20 و15 هرتز تبدا تبين معي اهميه البوست. خلينا نشوف اخذ القراءة هلا هون، لسه عماله بعمل سكيب بس خلينا ناخذ القراءة. حوالي 23 23 و4 بالعشرة مضبوط؟ إذا إلى حد ما نقدر نعتبر إنه لسه التورك عندي كونستانت. هلا ننزل ل 30. هلا التورك هيك زي كأننا بنعمل احنا في اف درايف. هذا في اف درايف، هذا في اف درايف، أوكي؟ هذا في اف درايف، بس هذا نوع الدرايف شو هو؟ في أنواع من الفي اف، هذا النوع اسمه في اف ريشيو سكيلر، بنسميه سكيلر. سكيلر يعني عكس فيكتور، لانه في نوع متقدم من الفي اف درايف اسمه فيكتور فلكس كنترول، بس هذا سكيلر. نعم الفي اف يعني في على اف السكيلر هو 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 ما لهاش معنى اقول لك انه سكيلر لانك انت مش عارف شو الفيكتور، بس هم بعدين لما اكتشفوا الفيكتور كنترول شو رجعوا يسموه هذا سكيلر، لانه هو مش فيكتور كنترول، هو ما بهمه ما بيعرف هو بالضبط الروتر وين موجود، فتحكمه بالتورك اضعف من الفيكتور كنترول. بس هذا فكرته الاساسيه، هذا البيسك في اف درايف، انه ايش يعمل؟ يحافظ على في على اف كونستانت اذا بده كونستانت تورك، ويعمل بوست ات لو فريكونسيز. وكل اللي بيعمله بغير الموديليشن اندكس وبغير الاوتبوت فريكونسي، فلما يغير الاوتبوت فريكونسي بغير الهاي، واحنا عندنا هون ريشيو 8 فولت تقريبا، 8 فولت بير هرتز تقريبا، بس ات لو فريكونسيز لازم نبدا نعمل بوست. هلا احنا بهي التجربه ما راح نعمل بوست، عشان نفهم نثبت لانفسنا انه بضعف التورك اذا ما عملنا بوست. فالان رح ننزل ل 0.6 ورح ننزل هاي ل 30 هرتز، فالسينكرون سبيد رح تنزل الان ل 600. لاحظوا احنا هون ما دخلنا بالهارمونكس اللي بنسحبها من السبلاي او الهارمونكس اللي بتروح المحرك. لو بدك تحسب الهارمونكس اللي بتروح المحرك بدك تاخذ الكرنت اللي موجود هون وايش نركب عليه؟ تي اتش دي. فبناخذ السيجنال هاي اللي زي ما عملنا المره الماضيه، بس طبعا السيستم بصير ابطا لانه في حسابات كثيره في التي اتش. نغير الفريكونسي كمان حسب تمام، تغير الفريكونسي والكارير فريكونسي رح يصير لها تاثير على اي هارمونكس بالضبط. اذا متذكرين في الباور الكترونكس في طالب اظن محمود منصور جاب عمل السبكترم طلع السبكترم تبعه لما نعمل هذا كارير فريكونسي حسب الكارير فريكونسي بيطلع معي السبكترم. طيب خلينا نطلع نشوف سرعتنا هلا السينكرون سبيد تبعتنا صارت 600 ار بي ام. فالسكيل فخليني اضبط السكيل هذا احطه من 0 ل 600.
هغير الان هاي هون من 600 ار بي ام، من 0 ل 600 ار بي ام. هاي لسه عم بزيد السرعه. دكتور ممكن كانه لما تنزل السرعه كانه بيوصل للسرعه اسرع. ممكن ممكن. ممكن. بس انا بدي وقت اقل حتى يوصل السرعه، لان هي السرعه نفسها اقل. ممكن. قصدك عماله بيعمل ستيدي ستيت، يوصل ستيدي ستيت اسرع بالترانزيت اقل. انا هو هون تقريبا حوالي 570. واحد الاشياء ممكن حنسرع لهذا نخفف الانيرشن بالسيستم. يمكن نطلع التورك اللي موجود. التورك هنا 31 بس لسه في مربع من السيتلي ترانزين. هلا الاكسرسايز اللي انتم بدكم تحاولوا تعملوه بعد هاي لانه مش راح نلحق احنا نعمله، بدك تحاول تشوف هذا جيد اذا بتعملوا الاكسرسايز، شوف ايش البوست اللي بدك تعمله ات لو فريكونسيز حتى يضل التورك كونستنت. لهون لما نعمل هلا هون رح نعمل رح نحاول نعمل 30، رح احاول انزل هاي ل 10 اشوف شو بصير عندي. اذا عملت هلا هذه هون 30 رح تصير هذه عندنا 240 مضبوط. وهاي رح تصير عندي 80 فولت هون. نشوف هدول قد ايش. هلا مين اللي بدي اعمل له بوست؟ فولتج. فشو برفع؟ ما بنزل الموديليشن اندكس القيمه اللي نزلتها، بخليها اعلى شوي. يعني بصير لكل فريكونسي هون ما بحط 8 مضروبه بالفريكونسي، هي 8 في 30 240، 8 في 10 80. ات لو فريكونسيز بنصير نعمل بوست. خلينا نشوف اذا كان مستقر. هلا تقريبا 26، يعني ما قادرين احنا، يمكن هو لسه عمال في ترانزيت، بس تقريبا هون 26. خلينا هلا ننزل ل 10 ونشوف ايش بصير بالتور. نعم هو في ترانزيت لسه، في ترانزيت. انا ما اظن انه استقر 100% هون. شايف لو اخذته هون مثلا قيمته راح تلاقي اقل. اعمل عليها زوم. لو عملنا عليها زوم بالواي اكسس هون هاي قيمتها، هاي مثلا اظن اللي اخذها 500. كان عندي 515 السرعه. فلسه عماله بيعمل في ترانزيت لسه. هلا ننزل ل 10، المفروض على 10 تبين بشكل واضح. هي 10، هاي قديش لازم تصير؟ 0.2. المشكلة هون انه في شيء في تورك يعمل ستارت. انا بدي اعمل عليها اوتو سكين. هو اتس اوت اوف كنترول السيستم، اوت اوف كنترول، التورك تبعه ضعيف ما قدر يعمل ستارت. هلا بعرفش بيعمل ريكفري ولا لا، هلا نشوف. انا بتذكروا انه في اللود في عندي اوت اوف بالانس لود. رجع بوزيتيف. هلا نشوف دكتور، يعني انت هسه اللي بدك اياه منا انه نوجد الموديليشن اندكس بحيث احافظ على النسبه اللي هي 8 عشان حتى احافظ على التورك 24. تمام ستيت. هلا احنا المشكله عم تاخذنا وقت حتى نوصل ستيت ستيت. انا ما بعرف اذا في طريقه اسرع من هيك، بس هذه يمكن تكون اسهل طريقه بلا معكم وقت رح تشتغل فيها. هلا المفروض اللي يصير معنا اذا شغلنا مزبوط انه هون يبدا التورك ينزل، يصير ضعيف على 10 هرتز و15 هرتز، يصير التورك ضعيف. انا هني اللي بدي اعمل له بوست الفولتج، بس انا ما بقدر اتحكم بالفولتج مباشره، انا بتحكم بالبي دبليو ام جنريتر. وايش بغير في البي دبليو ام جنريتر؟
هي اذا بتتذكروا لما كنا نعمل جنريشن البي دبليو كنا نغير الابليتيود تبع الساي ويف اللي بحطها فوق تمام تراينجلر ويف فوق اه يعني الدكتور مخليه مثلا بدل 0.2 0.3 بالضبط بالضبط بس انت بدك تشوف قديش بدك حتى يعمل هيك انت بدك تلاقيها بالضبط هلا اللي منكم اخذ الفيتشرز تبع كوميرشال في اف درايف مين اخذ هذا المشروع راح تلاقي في كل كوميرشال في اف درايف بتفتحه راح يسمح لك انت تعدل الفي اف كير هلا احنا بهاي الحاله احنا هون ماخذينها الطريقه البسيطه عاملين في اف كير بشكله زي هيك هذا طبعا هون في مش في على اف هذا في وهذا اف فاحنا شو عم نعمل هون شايفين الخط المستقيم هذا هي الخط المستقيم عم ننزل اف ومننزل في بنفس الطريقه بحيث انه لما اف يوصل زيرو في راح يوصل زيرو فهيو هذا الخط هلا اي في اف درايف في شيء بتعمل له برمجه راح تلاقي بيسمح لك تحدد النقطه هاي مثلا بيسمح لك تحدد نقطة هون بيسمح لك تحدد نقطة هون فعم بعمل بوست واضح انه عم بعمل بوست مظبوط ما نزل في بنفس التنزيل اف اوكي هذا الكيرف بدي تلاقوه بحيث انه ضل عندي الكتور كونستر هلا في شغله لازم نتذكرها في ناس ذكروا فانز وبامبس اللي مين هم الكونستنت تورك لودز مش الفانز والبامبس مين الكونستنت تورك لود اللي بدها تورك كونستنت انا ما شرحتها بس انا بدي اشوف اذا انتم بتقدروا تعرفوا لحالكم الهويست الهويست كونستنت تورك لود لانك لاحظ الهويست لما بترفعه هل بيختلف التورك اذا بتمشي على سرعه عاليه ولا سرعه منخفضه لا نفس التورك الباور بتزيد بس التورك نفسه مزبوط لكن الفان ايش بتلاحظ الفان وهي واقفه الفان على سرعات واطيه ايش بدها التورك منخفض بعدين كل ما زادت سرعه بدها يصير بدها تورك اعلى اذا الفان والبامب هي فاريبل تورك لودز مين اللي كونستنت تورك لود الهويست الهويست كونستنت تورك لود اذا برفع شيء او برفع حمل معين كونستنت تورك لود وضعنا هون كانه سيء مزبوط في عندنا مشكله واضح انه التورك نزل مشكلتي انا مش قادر اقيسه خلينا نجرب هون على 15 الان اشوف اذا في طريقه احسن اخذها على 15 او بدي انزل الاوت اوف بالانس تورك اللي موجود هون خلينا نجرب احنا ما جربناش 20 خلينا نجرب 20 راح اخذ هون 20 وراح ارجع هاي ل 0.4 ونعمل مظبوط لازم نعمل 1 سكند يعني ممكن بدك تزيد الوقت وممكن كمان يمكن في طرق احسن من الطريقه اللي انا عاملها هون حتى اطلع التورك اللي هو بثبت عليه اوكي هون يبدو انه وضعه احسن مش هيك؟ خلينا نحطه من صفر لقديش احنا حطيناها 0.4 فرح تكون قديش السنكرونس سبيد؟ 400 تمام اوكي هون واضح انه لسه التورك فيه قوه في عماله بيقدر يوصل هذا هلا بنشوف ايش التورك اللي بوصل ممكن نحلها بطريقه ثانيه تنزل ل 10 وانت تزيد الفولتج حتى تشوف امتى بيقدر يعمل ستارت ويعمل ران كمان هذه طريقه ثانيه فكروا هلا انتم بابداعكم فكروا كيف بدكم تحلوا هاي المشكله لو فريكونسيز وهي مشكله السكيلر السكيلر بي اف درايف مشكلته لو فريكونسيز ما بيعرف ما بيقدرش يتحكم بشكل جيد في السيستم يعني من حد 15 هرتز ل 50 هرتز بيتحكم بشكل جيد وعلى فكره بامكانك ترفع فوق ال 50 هرتز اذا رفعته فوق ال 50 هرتز شو بصير السنكرونس سبيد أعلى من 1500 أو 1000 بتصير أعلى ومسموح لي لحد 65 70 هرتز ممكن أتحكم بالسيستم بس ما بقدر هون لاحظوا إيش بصير بعد ال 50 خلص ما بقدر أزيد الفولتج عن 400 مضبوط فالتورك رح يبدأ يضعف بس الباور كونستانت فهي المنطقة بنسميها هون كونستانت باور وهي الفترة بنسميها كونستانت تورك راح أحكي عنها بتفصيل أكثر المنطقة هاي هي constant torque المنطقة هاي constant power التورك بيبدأ ينزل بس الباور بتضلها constant فبتصير ينزل التورك وترتفع السرعة ينزل التورك وترتفع السرعة بالمنطقة هاي مسموح لي اني اشغلها على frequencies اعلى من frequencies الاصلية وهي من ميزات ال variable frequency drive عندنا هون 29 يعني لسه عم بعطيني التورك المطلوب دكتور هون احنا لما عملنا زي هيك احنا غيرنا قيمه الفي على اف يعني لما وين غيرناها هون طبعا قيمه في على اف ظلت الصحيحه هون بس
كل هدول صارت مختلفة عن القيمة اللي بدينا فيها، صارت أعلى. فهون هي راح تكون 8 فولت بير هرتز، بس ممكن توصل هون مثلا تكون 10 أو 12 فولت بير هرتز. تغير الدور لا؟ لا، هو احنا هاي هي الفكرة، ذاتس اكزاكتلي ذا بوينت. احنا عمالنا نقول اصلا احنا كنا نفكر انه بدنا نخلي في على اف تور كونستنت، وهذا بزبط لحد ما بوصل السرعات المنخفضة. لما وصل السرعات المنخفضة ما بزبط معي، بدي اعمل بوست حتى ضل التور كونستنت. لاني هذا شفت هون لما عملنا هيك ما زبط معي السيستم، ما عم باخذ الفاكتور. أشوف قديش لنا هون 27 عماله ببين هو انه اعلى بشير قيمته القيمه الاصليه. بعرف اذا تجربتنا صحيحه، طيب خلينا اخذها واسجلها. هي هون هي هاي 20 وهذه 160 مضبوط. قديش اعطاني هون 27؟ احنا ما عملنا بوست. النظريه تبعتنا صحيحه، بس كانه التطبيق هون غلط، في شيء غلط يعني، مش عم يبين الفكره بشكل واضح، لانه واضح لما بنزل الان ل 15 مش رح يقدر يعمل ستارت. ناخذ 15، قديش هاي لازم تصير؟ 0.3. نعمل رن. في نسبة بين الإيلاش والإنديكس والفريكونسي يعني؟ الموديليشن إندكس هو الموديليشن إندكس مرتبط بالفولتج. مش هيك؟ مش حطينا هون احنا 0.8 0.6 0.4 0.2، فالموديليشن إندكس مباشرة مرتبط بالهاي، بس هو في علاقة بين الفريكونسي والفولتج. اللي هو هذا الكيرف اللي موجود. هلا السرعة عم بتزيد عندنا، هلا قديش رح تصير السنكرون سبيد؟ 200 مضبوط؟ خلينا نظبط هذه من هون، رح احط هذه 200. احنا عملنا كمان كولوم، ايش هو صار؟ 15. هنشوف اذا بقدر اوسعه هون. هذا 15 وهي راح تصير طبعا 120، مش هيك؟ قبل ما نشوف التورك اللي بيطلع معنا. على 10 اتفيلد ما قدر يعمل يعني اوت اوف كنترول صار السيستم. او اللي احنا مش 200، قديش احنا ال ايش سنكرون سبيد عندنا هلا؟ 400. لا 400 على 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 400 بتصير 300. 300 ممكن، مش عارف، ممكن. هلا المشكلة رح يكون التورك أعلى لأنه السليب أكبر، يعني تقريبا بنفس الحدود. لا 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 كارير فريكونسي، هلا أنا عارف ممكن شو المشكلة، إحنا شاركين عليه اللود فهو بيعمل سيتلينج مع اللود، يمكن مش هاي الطريقة الصحيحة لتنقيس الفريكونسي، لكن إحنا في عندنا إثبات، في عندنا إثبات إنه على 10 هرتز ما قدر يقوم. مظبوط؟ فواضح في مشكلة at low frequencies. هلا السؤال لكم، خلينا نقول على 10 هرتز قديش لازم اعمل موديليشن اندكس حتى يقوم السيستم ويشتغل؟ يمكن يكون هذا سؤال احسن نصيغه بهاي الشكل. يعني او هلا احنا ممكن نجرب فاليوز معينه. خلينا نعدل الموديليشن اندكس ونشوف منه بلش مش من السالب معناتها هو ممكن يبدا في البدايه بالسالب بس لازم يوصل في النهايه السنكرون قريب من السنكرون سبيد. لازم نشيل الاوت اوف بالانس ستارت. ما هو هذا انا متاكد منه، مش عم بخليه يعمل ستارتنج. يعني يمكن الاحسن اشيل الاوت اوف بالانس تورك اخليه يعمل ستارتنج بعدين اضيف شوي شوي الاوت اوف بالانس تورك اشوف شو التورك اللي بعطيني اياه. هلا بنجرب، هلا بنجرب السؤال وبنشوف. هاي عندي هون تقريبا ثبت على 24، فتقريبا لسه عندي هون
نتأكد هون إنه وصل السرعة. هاي تقريبا ثبت على السرعة، فتقريبا كانت 24 عندنا هون مضبوط. فلحد الآن هون ما أثرت كثير الموديليشن إندكس. هلا هون السؤال، حاولوا تشتغلوا أنت على 10 هرتز مثلا 12 هرتز، شوفوا في المنطقة هاي إيش بيصير عندي، إيش لازم أعمل بالموديليشن إندكس. بس على الأقل لحد الآن الفي على اف عندنا النظرية صحيحة، نظرية الفي على اف صحيحة. ها هون تقريبا وصل يعني تورك 24 ايش لسه معطيني 24. بدنا تورك 24 على 10. هلا المشكله زي ما حكى على انه يمكن لانه عندي في اوتو بالانس تورك مش قادر هو يعمل ستارتنج، السيستم مش قادر يعمل ستارتنج،